تعالوا نجيب ديسك، حط ديسك جوه السير، ريسيت بي اس ار، وهنسكيل الديسك ده شويه كده، وبس هناخده قدام. والله العظيم هي دي التفاصيل اللي انا هحطها، مش هحط اكتر من كده. افتح ده كده واكبر الديسك ده وازود الديسك سيجنس، روتيشن هقللها شوية. تمام. و اريتابل كنترول، لا مش كنترول، شيل دي، هنروح للبوينتس وكليك، اروح للسلكشن منساش، في المود هقول له سوفت سلكشن، في سوفت سلكشن الراديوس واضح ان هو كبير بس مش كبير قوي، كويس يعني. دوم ممكن اخليها لينير، ممكن اخليها بل، مش عارف بس يعني ما كلهم كويسين كده. و ازق كده كله بيتزق مع بعضه، فانا عايز اقلل المسافة دي. ايوه كده. ماشي كده تمام. لو جينا عملنا كده زقينا ده جوه، هنلاقي بالمنظر ده. عايزين نعمل فيها شوية تشبيحات كويسة كده. طبعا عايز اقوله هنا السيلكشن ما يبقاش سوفت، يبقى نورمال. هقفل السب ديفيجن سيرفس، هروح لللوب سيلكشن، نشيل دي، كليك كليك، طبعا شيفت، انا ماسك شيفت، لو عملنا رايت كليك وقلت له اكسترود وجيت عملت كده كأني بعمل بيفل. طب ولو قلت له بيفل ما بعملش حاجة. طب كنترول كليك على البوينتس برضه مش هتنفع. طيب كنترول كليك على الريتش زي ما انا، لا كنترول زد زد، انا زي ما احنا كده، ونعمل نفس الحركه بس في الايدجز. هنعمل سيلكشن سيت، وزي ما احنا كده خلاص ده اتعمل. ارجع هنا كده تاني، بس ضيع التركيز من على ده، ورايت كليك وبيفل. تمام هنعمل كده بس. جميل تمام. نيجي لده، دبل كليك تاني، ضاع، كنترول زد زد زد. نجرب ايه، نجرب ايه غير البيفل؟ ممكن سلايد، بكنترول، امسك كنترول وحرك سلايد، افتكر الله جت. امسك الموف تول بقى و بس، شكرا، وعاملينها كده، رجع لي. فل 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 فل، جميل، فيري بيوتيفول. نروح للأخت دي، وبدل ما البتاع ده داخل كده مع نفسه، تمام،
فاحنا ممكن ناخد الفيس ده كده و نرايت كليك ونعمل له صب. زد اكسترود انر وبعدين يتعمل له صب بايت. او نرايت كليك وناخد اللاين كات تول وناخد كات وناخد كات. نيجي على البوينت اللي في النص دي ونقوم عاملين بيفل. ايوه لان جون تقلب بقى. عارفين ان جون هنا ما قلبتش ليه؟ لان مفيش قط هنا. لان مفيش قط في النص. طيب بدل ما نلف حوالين نفسنا هناخد دي نرنجها و MM زد رنج MM بالظبط كده. تمام وناخد الفيس ده برضو تاني بس الفيس ده بقى لوحده المرة دي او الاتنين دول مع بعض. رايت كليك رايت كليك اكسترود انر كده رايت كليك نايف او اللاين لو خدنا دي لو خدنا البوينت دي ورحنا على طول عملنا بيفل بس اول ما الان جون تقلب كده تعرف ان انت ماشي تمام. طول اسف مش ان جونز ريموف ان جونز. النقطه دي هنقولها مع السلامه. طبعا ده الايدج اللي جوه يعني. هنيجي هنا لوب باوندري وناخد الباشا ده. طبعا هنضطر نعدل السبلاين ما فيش مشكلة خالص في تعديل السبلاين. روح هات السلكشن بس هات الريكتانجل سلكشن واعمل ريكتانجل كده في عمياني كده ونزل السبلاين ده تحت كده شوية. تمام وزقه بقى مكان ما انت عايز بس لما نخلص. هنيجي كده للسفير دي نرجع هنا تاني. تمام افتكر ان الانجلز هتبقى على النورمال. ناخد ده لجوه كده شويه افتكر هيبقى اللي جوه كمان. و اللي جوه تاني وبعدين موف سنة موف سنة كمان. بالمناسبة كان ممكن نعمل سبليت ونشتغل بس عامة عادي جدا. اظبط السكيل بتاعك
كنترول آسف، وناخد دي كده، ناخد دي كده تاني. العب زي ما انت عايز في الديتيلز براحتك ان شاء الله، لو تعمل ايه باللازم. تمام، ونطلع دي كده، نطلع دي كده تاني، وبعدين سنه جوه، سنه جوه تاني، وبعدين جوه جوه خالص. بس لو عملنا كده هنلاقيها كده. تمام، ناخد السبلاين، نزقه مكان ما احنا عايزينه. طبعا هو انا مش هسيبه بالشكل ده، والبوينت دي نفسها انا هعمل لها روتيت. هتعمل لها روتيت كده، وممكن تعمل لها روتيت كده، وبعد كده ناخدها نحطها مكان ما احنا عايزين. لا عايزة تيجي كده ولا عايزة بس اهي. بس حلو اوي كده. نطلع ده بره ده، وناخد الاتنين دول مع بعض الت جي. بس الفكرة ان كان ده جوه ده، فكان عاملي لخمة شوية. اما السبلاين ده فده خلاص، ده هنروح ناخد سيركل. السيركل دي هخليها باتنين سنتي مثلا. تمام، وهاخدها جوه النل، وهحط سويب ومعاها السبلاين. تمام، هتبقى نص سنتي، ممكن 0.45، 0.3, 0.35. تمام، بالشكل ده. لو مسكنا السبلاين هنا بقى براحتي، اخد دي كده شوية. تمام، اخد دي كده سنة خلاص. بس بس كنترول اس. كده خلصنا من الهيد. افتكر مش هنعمل حاجة تانية في الهيد خالص، ما عادش فيه اصلا حاجة تتعمل. تمام، ننقل على الاريا اللي ورا ده. يعني افتكر انتوا عرفتوا اتعمل ازاي بحتة سبلاين. دي سيلكت السبلاين القديم، ناخد حاجة كده 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 مثلا، كده وكده كده كده. يعني سكيب، واحنا موجودين كليك يمين سوفت انتربوليشن. هرجع هنا كده هلاقيها بالوضع ده. هروح على الموديل مود، واروح على مش سنتر اكسس، سنتر اكسس 2، وخدها هنا. سيمتري، سيمتري على اكس واي. حاجة بالشكل نفس القصة. هناخد ده كده، وناخد كام يعني البوينت دي ودي مثلا، ونحطهم كده شوية، والبوينت دي ناخدها مثلا كده شوية، البوينت دي كده سنة، البوينت دي كده حبة، كده شويتين. الكام واحدة دول ممكن ناخدهم كده.
اي حاجة يعني، اي لعبة اي عوجة مش مشكلة. بس نفس السيركل دي هناخدها هنا و شيفت واحط سويب، وهناخد الاتنين دول جوه السويب. السيركل ده ممكن تظبط معانا شوية، وممكن نحول السويب ده لإيديتابل وناخد كتير كتير كتير. ليه؟ لأن السيركل الانترميديت بوينتس بتاعتها لازم تقل شوية. مش مستاهلة تفاصيل كتير قوي. نفس القصة كده يعني، افتكر كده كفاية. فرق كبير قوي بين مكان ده معمول وبين مكان ده معمول. هقوله كده كده اهو، هعمل UL عشان اجيب loop selection، وهاخد اللوب على الفيسز. طبعا اشيل ده ونيجي من هنا هنسلكت هنسلكت ونسيب. دي بقى هتتعمل في على فكره بلجن، مش عايز اتكلم في بلجنز دلوقتي، في بلجن بيعمل الموضوع ده، او سكريبت صغير كده، موقع اسمه نايترو 4D، افتكر اسمه ماجيك سيلكت. ماجيك سيلكت بيعمل هو الموضوع. ممكن تقول له مثلا سيلكت واحده وسيب الثانيه، سيلكت اثنين وسيب الثلاثه، سيلكت صف وسيب صف. هو بصراحه كويس، على الرغم انه كويس الا اني تقريبا بني ادم غاوي تعب. تمام، اخدها كده وكده كده كده كده، ماشي. هخلص وارجع لكم. اشهد ان لا اله الا الله. خلصت. رايت كليك اكسترود، وهن اكسترود من غير كاب. خلاص، وهن اكسترود ده كده. تمام. بس اهم حاجة نتأكد من الحتت القريبة من بعضها، عشان لان هما ممكن يخبطوا في بعض. يعني ممكن الاكسترود ده يخليهم يخبطوا في بعض. بس كده الدنيا الدنيا تمام وزي الفل. لو رحنا للسويب ده الت ورحنا حاطينه جوه ده بقى بالشكل ده. بس نخلي بالنا لو انت عايز تعمل دول هارد قوي، يعني فيهم شاربنس كالعاده، اقفل ده. شايف السويب ده، روح للفونج بريك اهو، نفس الحركه. تمام، تروح للفونج بريك، هيقوم عامل لك السليكشن على اللي انت عايز. خلي بالك من ده، فحاول تشيل ده كده عشان هو اوتوماتيك الدنيا يعني. كالعادة سيلكت اول. تمام، عايز تشتغل بيفل بايدك اشتغلها بايدك. عايز تعمل اوبشن تاني، الا وهو ايه الاوبشن التاني؟ خلي بالك السويب نربص لما بتعمله اريتابل بيديلك الاتنين كاب دول. كليك يمين كونكت بلس ديليت، وكنترول ايه ورايت كليك واوبتمايز. تمام، بعد كده تلاقي الدنيا شغالة معاك زي الفل. تمام، ممكن نحط بيفل، ممكن نحط البيفل موديفاير نفسه اللي هو ده، هحطه جوه السويب كده. تمام، بس قبل اي حاجه هنشيل ده بس الاول كده. احنا مش عاملين هنا سيلكت على الايدجز دي، هقوم رايح اقول له سيت سيلكشن. والاول اوبس، السيلكشن ده بوينت سيلكشن. تمام، منساش ابقى على الايدج مش على البوينت. كده بقى ايدج سيلكشن. روح للبيفل واديله دي الاول. البيفل افتكر 2 من 10، وممكن يبقى كتير كمان. حلو، دخل دي
جوه السويب، شغل البيفل. ادي يا عم الهارد ايدج اللي انت عايزه. لو ده لو انت عايز كده، نرجع هنا وقوم قايل له ايزوبارس. البتاعه دي بتقلب على كلب مش عارف ليه. المهم كنترول اس. كده احنا خلصنا الجزء الفوقاني كمان ماشي. اللي هنتكلم فيه بعد كده في المحاضرة اللي جاية هي العجلة.